السيد الدكتور محمد معيط وزير الماليه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير استاذ لبنان، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. على الله اكون قدمت الموضوع بشكل سليم، يعني انه الثقه والحجم الطلب. بالتاكيد طبعا، وبالتالي ما عادش عندي حاجه اقولها. لا ازاي ازاي يا فندم، بس لا ما يصحش. يعني قول لي بصراحه، كنت متخيل انت كوزير ماليه حضرتك متخيل انه هذا الحجم من الطلب 4.4 من 10 مرات؟ بصي، يعني النهارده المستثمرين بيبقوا حابين انه محافظ الاستثماريه بتاعتهم فيها ادوات دين مصريه. ليه؟ هم جربونا في اكتر من موقف وجربوا الاقتصاد المصري، واكبر تحدي كان ازمه كورونا. ازمه كورونا في كتير من الدول يعني عملت معوقات للمستثمرين وهم خارجين عشان ايه، تحد من خروجهم. احنا ما عملناش كده خالص، احنا كل اللي خرج خرج وخد فلوسه بالكامل وخرج. وبرده ساعه ازمه الاسواق الناشئه في الفتره بتاعت اكتوبر ديسمبر 2018 كان برده نفس التحدي. دي نمره واحد. فهو جربنا قبل كده وجرب الاقتصاد المصري وقدرته وما الى ذلك. فتره كورونا برده كانت صعبه للدرجه ان في يعني دول عديده انا اعرف منها 4 دول لم يستطيعوا الوفاء بالالتزامات اللي عليهم وسداد حتى المستحقات بتاعه اصحاب السندات. الحمد لله مصر سددت كل اللي عليها في المواعيد، في كل يعني سواء سندات جماعه استحقاقها، سواء عائد على سندات او خلافه. الحاجه الثالثه ويمكن حضرتك قلتيها، احنا في مايو وفي وسط الظروف الصعبه جدا والاسواق مقفوله نزلنا خدنا بسعر يعني نسبيا اعلى من المتوسط، لكن كانت كل العالم بيواجه نفس التحدي. الناس حاله تخوف فظيعه جدا، خاصه ان الشده بتاعت كورونا كانت في ابريل والاسواق قافله، فكل واحد خايف وكده، وبالتالي بالنسبه له عدم التيقن والدنيا رايحه فين والوباء ده هيعمل ايه في العالم والكلام ده، خلى الناس يعني بتفرض يعني قسط خطر عالي عشان توفر سيوله. النهارده الدنيا مختلفه مع الفاكسين ومع يعني عاوز اقول لحضرتك حاله من التفاؤل. سعر برميل البترول النهارده عدى ال 61 دولار. فعلا عالي تاني. عالي تاني ليه؟ لانه الناس خلاص بتقول الاقتصاد راجع وهيبقى في حركه وبتاع، فبدا الطلب يشتد على سوق البترول، فقفز قفزات جامده جدا اخر 3 4 اسابيع من كنا بنشوف في الثلاثينات وكده وبدايه الاربعينات الى النهارده بنتكلم النهارده 61 دولار. مره ثانيه برجع وبقول المستثمر راح معايا ل 40 سنه. زي ما حضرتك قلتي، انا في مايو اللي فات ال 30 سنه كانت حوالي 8.2 تقريبا. المره دي ال 40 سنه يعني اكثر 10 سنين ب 7.5. احنا اخر طرح طرحناه كان السندات الخضراء لما طرحنا 750 وخدناها على سعر 5.25، وكنا في الوقت ده برضو بنقول ده سعر مش وحش. النهارده لو انا بقارن نفسي بالدول اللي هي في نفس التصنيف الائتماني السيادي، لا انا واخد اقل منها، انا واخد اقل منها وحتى اقل من بعض الدول اللي اعلى من نفس التصنيف الائتماني. عملية انه الاكتتاب 4.4 مرة المبلغ اللي احنا طالبينه ده برضو بيدل على انه على فكرة بتبقى مشكلة لما يكون الاكتتاب عالي. ليه؟ لما اقول لحضرتك دلوقتي واحد حط فلوس وقال انا مستعد اسلف الحكومة المصرية، مستعد اشتري منها السندات. طيب بقى في عندي ناس مكتتبة ب 16.5 مليار، انا كل اللي هاخده بالمناسبة احنا بدأنا قلنا هم 3 مليار، وبعد كده لما لقينا الأسعار منخفضة وخفضنا الأسعار عن اللي بدأنا بيها أسعار الفايدة. خفضناها خفضنا أسعار الفايدة بما يقترب من 40 نقطة أو 4 من 10 يعني. فضل معاكي يعني قرب ال 15 مليار دولار.
طب هتوزعي ازاي المبلغ اللي انت عاوزاه يعني اللي هو الثلاثه؟ نشرح بس للناس يا فندم، يعني انا مثلا كمستثمر داخل عايز اشتري مثلا، قلت عايز اشتري وات ايفر 5 مليون او 100 مليون دولار، 100 مليون دولار. مش هقدر اخد لما الطلب يزيد، مش هقدر اخد ال 100 مليون، هاخد اربعه او خمسه. بالظبط كده، ان انا هقول له انت حاطط 100 مليون، احنا مش هناخد منك اكتر من 25 مليون دولار واسفين مش هنمش. طب هنا بيبقى عمليه توزيع او التخصيص بعد ما بقفل بتبقى صعبه، لانه في مستثمرين بقى يزعلوا يقول طب انا دخلت وحطيت وجيتوا في الاخر ما اديتونيش او اديتوني جزء بسيط من اللي انا كنت طالبه. ده بيبقى سعيد بالنسبه لنا، ده بيبقى سعاده بالنسبه لنا سياده الوزير. بالنسبه لنا حاجتين، اولا انه يعني عاوز اقول لحضرتك انه الاسواق تبقى مفتوحه لك في ظل الظروف اللي هي ما زالت موجوده، عدم التاكل وكده، ده نقطه مهمه جدا. لانه خلينا برضو نكون صراحة، احنا النهارده كاقتصاد مصري احنا بنواجه تحدي. السياحه اللي كانت في قبل كورونا على طول بتدينا 14 مليار دولار، النهارده زي ما احنا شايفين ما فيش سياحه. عندنا تحدي اخر انه اسواق التجاره العالميه يعني مضطربه، لان في دول قافله بلادها بالكامل زي بريطانيا مثلا على سبيل المثال والعديد من الدول، وبالتالي الصادرات بتاعتنا متاثره سلبا، الحركه متاثره، وبالتالي انا متاثر في العمله الصعبه. فانا اقصد اقول ايه، ان في الاوقات اللي زي دي بحتاج ان انا اخش يعني اوفر لحين ما الامور بتقوم. وده الناس بتساله سياده الوزير، يعني انتوا مبسوطين قوي بالتغطيه الاربعه واربعه من عشره، اللي هو اربع مرات الناس عندها طلب، ما انتوا بتقترضوا. يعني الفكره انه لازم نقول للناس لماذا نقترض، لماذا نطرح هذه السندات. بصي حضرتك، هرجع تاني للموازنه العامه للدوله. انت بيبقى عندك ايراد ويبقى عندك مصروف، والمصروف دايما اكبر من الايراد، والفرق بنسميه العجز. فمثلا هنقول ان السنه دي عندي عجز كان مقدر 430، ممكن اطلع 450، في المهم عندي عجز. العجز دوت عاوز اتموديه، العجز ده اللي هو الفرق في انه عندك مصروف اكتر من الايراد. كويس، ممكن تمولي من الاسواق الداخليه. يعني ايه؟ تطرحي سندات بالجنيه المصري مثلا. اي بس النهارده السندات جوه مصر كام؟ السندات جوه مصر النهارده لما بنت الاسواق 14.5 بلس او ماينس، يعني ازيد نص اقل نص، 14.5. حتى بعد ما بيسدد لي الضريبه اللي عليها الصافي 11.5 مثلا. كويس؟ طب انا هسال سؤال، هو مين اقل تكلفه على الخزانه العامه للدوله؟ اللي في السوق المحلي دلوقتي لو انا نزل خمس سنين مثلا، ولا اللي انا جبته من السوق الدولي ب 3.8؟ بالتاكيد اللي جبته من السوق الدولي. دي نمره واحد. ممكن واحد يقول لي بس الخليجي ده عنده اكسشينج ريسك، او يعني عنده التغير في سعر العمله ممكن يمثل خطر. اقول له ده فعلا، بس هو لما نيجي نقول الخطر ده ممكن يبقى اقل، ممكن يعني ممكن يلعب في صالح الموازنه وممكن يلعب ضد الموازنه. يعني انا مثلا لو رجعت سنتين ورا كان الدولار قصاد الجنيه مثلا 18 جنيه. انا النهارده ما بسدد الدولار اللي انا خدته ب 18، بسدده ب 15 15.6 او 15.7. تمام، فانا كسبت في الفرق ده. طبعًا. اللي انا ارجع تاني واقول لحضرتك انه دايما هي عمليه مفاضله ما بين تكلفه، وايضا ودي برضو نقطه مهمه. طيب انوع بان انا اخد حاجه بالعمله الصعبه. انا عندي محفظه الدين. لما اخد حاجه 40 سنه، مفيش حاجه في السوق المصري 40 سنه، اخر حاجه عملناها 15 سنه، بطول عمر الدين، وده مهم جدا بالنسبه لينا كهيكل دين. طب سياده الوزير، يعني ليه ما زودتش الطلب؟ يعني هل اولا هل انتوا كنتوا طالبين رقم اقل وبعدين قررتوا تزودوه لما الفايده قلت، ولا ايه الوضع؟ لان كنا سامعين ان انتوا كنتوا طالبين اصلا 2 مليار ثم ارتفع هذا الرقم، هل هذا صحيح؟ احنا فعلا كنا كلامنا انه 2 ل 3. احنا فعلا كنا كده، بس ما كناش متوقعين ان الاسواق تكون التكلفه على طرح مصر يكون منخفض بالمنظر ده. يعني صراحه ايه اللي شجعنا هو الانخفاض الشديد في التكلفه. ليه؟ برضو ما نعرفش الاسواق هيحصل لها ايه الفتره اللي جايه. في كلام ان التضخم في امريكا عالي. معنى التضخم في امريكا عالي يبقى في احتمالات هم يزودوا سعر الفايده. لو زودوا سعر الفايده هيزيد سعر الفايده في العالم. يعني التكلفه بتاعت انك تحصلي على تمويل عن طريق صناديق القروض هتعلى شويه.
فالنهارده دي كانت ما حصلش في تاريخ مصر انك تاخدي 5 سنين ب 3.8. طب ليه ما زودتش يا فندم؟ ليه مع يعني ليه ما زودتش العرض؟ انا ما زودتش لاسباب متعدده. احنا دايما عندنا حدود متفقين عليها كحكومه مصريه ولجنه اداره الدين بالنسبه للدين الخارجي، فاحنا ملتزمين بهذه الحدود علشان المؤشرات تكون في الحدود الامنه. طب عشان كده الرئيس لما كان في زياره الهجانه سياده الوزير من ايام قليله، يعني الحقيقه طبعا احنا بنتكلم في ارقام ضخمه، سواء الارقام اللي هي هتتصرف على خط الريف النص تريليون، انا بتكلم بقى خلاص احنا بقينا بنتكلم بالمليارات والتريليونات، او الارقام اللي بنتكلم في الهجانه او في الخصوص او غيرها. وانا وقتها قلت يعني المشهد ده بيخلي وزير الماليه اكيد لا ينام. سياده الوزير هتجيبوا الفلوس منين يا فندم؟ يعني النهارده الحمد لله الشعب المصري بيسال هتجيبوا الفلوس منين؟ قبل كده كان بيسال بتودي الفلوس فين؟ يعني الحمد لله كويس. بصي حضرتك، انت ممكن تعملي نمو وتمشي بخطوات زي ما بيقولوا كده، ايه ان انا السنه دي هعمل جزء والسنه الجايه هعمل جزء والسنه اللي بعدها هعمل جزء وكده. انت ممكن كمان تعملي تكثيف للنمو، يعني اللي ممكن ما هتعمليه في 10 سنين ركزي واعمليه في 3 4 سنين. هتقولي لي طيب التمويل هيبقى منين؟ والكوست كوست عالي. لا 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 لا، انا هقول لحضرتك على حاجه، اللي اعمله النهارده ب 10 هعمله بكره ب 11 وهعمله بعد 5 سنين ب 17. بس لما بعمله في فتره قصيره بيبقى تكلفته اغلى ما اعمله في فتره طويله. ده غير صحيح للاسف، ان انا اقول لحضرتك معلش للاسف ده غير صحيح طبعا، لانك انت الحاجه اللي بتستني عليها 5 سنين لما تيجي التكلفه بتاعتها تبقى دبل. دبل لاسباب متعدده كتيره جدا. يعني فاكر لما كنا نقول ايه يا ريتنا كنا عملنا المترو المترو من بدري ما كانش كلفنا التكلفه دي، يا ريتنا كنا عملنا دي بقى ما كانش كلفتنا التكلفه دي. ده صحيح، ده علميا صحيح. ليه؟ لانه دايما في طبيعي في اي مكان هيبقى في مستوى تضخم، يعني ممكن يقترب من الصفر ممكن يبقى عالي، بس احنا من الدول اللي عندنا التضخم دايما يعني بيبقى في احسن الاحوال المستوى اللي احنا عايشين عليه دلوقتي اللي هو بنتكلم في 5 و6 والكلام ده، ممكن يبقى اكتر. ده معناه ايه؟ السلع المستخدمه في العمليه دي بتزيد، يبقى تكلفه عمل الشيء يزيد. نتيجه انه كمان انت عندك كل سنه بتزودي العماله وكده، كل العناصر اللي انت داخله معاكي بتزيد، وبالتالي التكلفه كل سنه عن سنه بتختلف. يعني لو طلع اسعار الحديد، لو طلعت اسعار الاسمنت، لو طلعت اسعار مش عارف الايدي العامله، كل ده هيؤدي لان التكلفه هتزيد. طب لكن لو عملتها على المستوى بتاع الاسعار بتاعت النهارده، يبقى انا في الحاله دي قدرت ان انا اعملها بدري. نرجع تاني، بتجيبوا الفلوس منين؟ نعم؟ هنجيب الفلوس منين؟ هي عمليه اعاده تخصيص لاولويات، عمليه اعاده تخصيص لاولويات، بمعنى ان انا اجي اقول ايه؟ والله انا المشروع ده هعمله على 4 سنين، على 3 سنين. طيب انا كنت مخطط ان انا ايه والله اعمل مستشفى هنا واعمل مستشفى هنا واعمل مستشفى هنا، بس كل واحده فيهم هتتعمل على 4 5 سنين. لا، انا هركز الـ اعمل في المجموعه دي المستشفيات واخلصها في سنه، بدل ما انا حاطط الفلوس على مجموعه 20 30. لا، انا هخش في ال5 7 دولت هقوم مركز واخلصهم واشطبهم واقفلهم. يبقى انا عملت اعاده تخصيص واعاده توزيع للاموال. حتى لو انك انت عملتي، ممكن تقولي ايه والله انا همول بنسبه اكتر. خدي بال حضرتك وانت بتمولي بنسبه اكبر، يعني زودتي عمليه الانفاق، انت شغلتي مصانع، المصانع اللي بتخرج المستلزمات اللي انت عاوزاها، انت شغلتي بني ادمين اللي هم محتاجين يلاقوا فرص عمل، وانت بتشغلي دول بيدوكي ضرايب. يعني المصنع اللي هو كان بيشتغل ورديه وعشان المشروع ده هيضطر يشتغل ورديتين، او كان بيشتغل ورديتين وعشان المشروع ده هيشتغل ب3، يبقى هيعمل ارباح، يبقى هيديكي ضرايب على الارباح، والمنتج بتاعه اللي طلع ده هو بيتباع بيديكي قيمه مضافه. العماله اللي انت شغلتيها دي هتقدر تبص تلاقي ايرادات الدوله بدات ايه تزيد، نتيجه انك انت سرعتي في الحركه، زودتي معدل الدوره. يعني احيانا بنعمل مشاريع واحنا عارفين المشاريع دي هتدينا تكلفه بس هتخلي عجله الانتاج دايره،
افكرك تاني في 2008 كان في الازمه بتاعت الرهن العقاري، وكان في تبعاتها انها تحولت الى وضع اقتصادي، اضطرينا ناخد حزم تحفيزيه عشان نخلي الاقتصاد شغال. اديكي مثال واحد بس، لما عملنا موضوع احلال سيارات التاكسي، بدل ما كانت المصانع بتاعت العربيات هتقفل، بقت مش ملحقه ثلاث ورديات، والاقتصاد فضل النمو بتاعه تسارع، والاقتصاد فضلت العجله بتاعته شغاله. فانت بتعملي كده، كل المصانع بقى هتشتغل، هتزود طاقتها، هتشغل عماله، هتكسب، هتدي للدوله عائدات، تضيعي ضخها مره ثانيه في نمو اكبر او تمويل اكبر للمشروعات. نعم. اعتقد دي نظريه اقتصاديه سليمه، واعتقد ان احنا الحمد لله شغالين وبنحقق فيها نتائج كويسه. انا بشكرك شكرا جزيلا، الله يكون في العون. يعني دايما اقول لوزير الماليه كده دكتور معيط بالذات، دايما اقول له الله يكون في العون، دكتور محمد معيط وزير الماليه.